ككل عام في العيد الأضحى نراقب الأضحية يمرض بالكيس إيداتيك. هو مرض خطير ما عندوش علاج، العلاج تاعو الوحيد هو العمليات الجراحيه. نديرو لاسبكسيون تاع لي كاركاس، نستقبلوا المواطن هنا في لاباتوار دو كوستانتين. ولحد الان الحمد لله مجهول الاضاحي كانت يعني في صحه جيده. انا جبت هنايا الكبش نذبحو هنا في الباطوار على جات لي فيتيران اول حاجه، ثاني حاجه كاين يطبع كالي فيه الله يبارك يجيب يشوفونا ضحيه. العجل ما تقدرش تذبحو هكا برا، دونك تسمى العجل كبير الله يبارك. جبناه ليك المذبحه هذه تاع البلديه لانه فيه متوفره فيها كلش.